عميقة، مش بيحبنا كلنا على بعض، لكن كل حد بيهتم بيه على انفراد، ويهتم بأموره ويسأل عنه وعن شغله وعن ظروف دراسته، يهتم بكل واحد اهتمام شخص. عمل لنا اجتماع اسمه شباب للمسيح من حوالي 15 أو 17 سنة فات ورا، كان بيخلينا ازاي نبقى لنا علاقة شخصية مع المسيح، يعني ازاي ان الله هو ده أبوك وانك تطلب منه كل حاجة. كان دايما يقول لنا يعني صلاة اللي هي بإيمان هي الصلاة المستجابة. ده التغيير اللي أبونا عمله في كل واحد فينا. كل واحد أبونا سمعان اتعامل معاه كان بمثابة بصمة بتتحط على حياته وبيتغير. عندنا بقى الخدمة الأساسية اللي هي اللي أبونا وصلنا عليها، الناس اللي عندها ظروف وطوارئ. كل الأسر دلوقتي تعبانة عندها ظروف وطوارئ، اللي النهاردة عنده في التعليم، ادانا بند مفتوح للتعليم. أي حد في التعليم شوفوا الجامعة بتاعته أو الكلية بتاعته أو المعهد بتاعه محتاج إيه ويدفعه له. بندفع مئات الألافات للتعليم بس، ده بند واحد. عندنا بند العرايس اللي بتتجهز، طبعا أبونا بيحب إنه البنات دي يسترها. بيبقى عندنا كل شهر يتعدى 6-7 عرايس، بنحاول نديها مبلغ مالي تجيب اللي هي عايزاه، وبنديها حاجات من اللي جايه لاخوه الرب، ممكن ملايات، ممكن ادوات منزليه، ممكن فوط، حاجات كتير من اللي بتيجي احنا بنحاول نساعد فيها. كان هو ربنا مديله نعمه يعرف ان حتى لو اسر كانت مثلا مبسوطه شويه والدنيا وقعت بيها، هو بيساعدها علشان عارف ظروفها ايه. كان دايما في التوصيات بتاعته ما تمشوش حد زعلان، كان نموذجا في حكمته، في تدبيره، في محبته، في عطفه، في عطائه، في تفويضه للآخرين، في سؤاله المستمر. ما كانش يخاف من المشاكل أبدا ولا الصعوبات، كان رجل تحديات ولم يكن يخاف من إنسان، كان يحترم كل إنسان، لكنه كان لا يخاف من إنسان، فأكرمه الرب أمام كل الناس. لكن لو جينا نتكلم عن كل صفاته هنلاقيها هي صفات المسيح بالضبط اللي هو اتعلمها أساسا من المسيح، من كتر قعدته في الصلاة قدام الكتاب، وكان بياخد من المسيح وبيدينا احنا بالروح القدس. طبعا مش بس صانع تغيير، لكن هو كان صنايعي تغيير. ابونا سمعان لما جه المنطقه هنا بعينه كان شايف حاجه احنا مش شايفينها. لا انا لو يعني بنعمه ربنا لو اشتغلت مع الناس دي، انا عارف ان دول بشر، عارف قيمتهم، علشان كده ما كلش ما تعبش، لكن كمل المشوار للاخر، وكل مجهود كان بيعمله كان بيثمر. وده اللي حصل في المنطقه هنا، لما المسيح دخل القلوب كل حاجه اتغيرت. انا ما انساش ابدا في الايام الاخيره لما رجليه وجعته، وكنت انا وهو لوحدينا، وبص رجليه بعد معاناة السكر والألم والتعب، بص رجليه وقال ياه الرجليه دي ياما تعبت في خدمة ربنا. فاكر يومها قلت له ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 14 الآية 23 يقول رب المجد: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. أبونا سمعان حب الرب وحفظ وصاياه، والرب عمل صنع في حياته مكان ليه وتمجد في حياته زي ما سمعنا كتير. في الحقيقة الكلمات اللي نتكلم بيها عن أبونا يعجز اللسان يوصف حياة أبونا اللي عاش في وسطنا. الحقيقة أفواهنا لما تنطق باسمه الفم يتبارك واللسان يتقدس، لأنه حياة أبونا كانت كلها بركة وقداسة، عاش حياته كلها يعمل فيها روح الله. مجرد ما نقول اسمه نشعر بنعمة لمست حياتنا وحياة قداسة في اسمه اللي شفنا فيه ربنا بيعمل بكل وضوح. أبونا شفنا معاه مواقف كتيرة ما ننساهاش. في مرة كنا في رحلة لدير الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، وبعد ما زرنا دير الأنبا أنطونيوس رحنا دير الأنبا بولا. كنت أنا لسه قبل الكهنوت، الكلام ده في أوائل الثمانينات، يعني ممكن 82 حاجة زي كده. لما رحنا دير الأنبا بولا بعد زيارة دير الأنبا أنطونيوس، الناس اللي معانا الكبار في السن استصعبوا أن يباتوا في دير الأنبا بولا، عشان كانت الأوضاع هناك أوضاع مش زي دلوقتي، مش مريحة للنوم ولا القعدة بالليل. فجماعة الكبار قالوا لأبونا سمعان: يا أبونا احنا عايزين نمشي، أدينا زرنا وخدنا البركة وعايزين نمشي. فأبونا بيقول: يا جماعة في ناس بتقول عايزين نروح. احنا كشباب في الوقت ده قلنا احنا جايين هنا عشان نقول نروح ونسيب الدير، فسيبنا المجموعه بتاعت الرحله وطلعنا في الجبل نتمشى عشان نعطل مرواح ورجوع الرحله ونبات في الدير. قلنا له: احنا مش موافقين ان احنا نروح. قال: طب بصوا احنا نصلي واللي ربنا يقول لنا عليه نعمله. كشباب قلنا: هيصلي عشان يمشينا من الدير ويروحنا؟ بالتاكيد ربنا عايزنا في الدير. خدنا بعضينا احنا ومشينا زي ما قلت لكم، وهو صلى وخد قرار قال لازم نرجع ونروح. احنا زعلنا جدا، قلنا ازاي؟ قال ربنا قال نروح. ركبنا الاتوبيس ومشينا، والدنيا ليل، كانت الساعه دخلت على الساعه 9 بالليل،
وفي حته مقطوعه تماما والدنيا ضلمه خالص 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 على قد ما تقول. فوجئنا ولقينا اتوبيس واقف عطلان مليان ببنات من سن اعدادي تابع لاحدى كنايس امبابه. مكان مقطوع خالص في الجبال والدنيا ضلمه والبنات مرعوبه. فابونا قال لنا كلنا نعمل ايه؟ كل الرحله بتاعتنا ترجع في الاتوبيس من ورا. وراح واخد البنات بالاتوبيس الثاني وحاشرهم معانا في الاتوبيس وقال نطلع عن بات في دير الانبا انطونيوس لغايه بكره الصبح. فلما كان بيصلي كان ربنا بيوجهه بيديله استناره وارشاد. وما ننساش ابدا الموقف ده برغم ان كنا معترضين، لكن كان ربنا بيقول له على حاجه تاني. في ليله من ليالي عيد الغطاس قبل الكهنوت بتاعنا كانت رجله اتدلق عليها حاجه سخنه فيها سكر، مش عارف كركديه ولا كان ايه. رجله دي كلها كانت مهريه ما كانش يقدر يقف عليها. وليله العيد والقداس ومش قادر، واحنا كنا نتمنى نلاقي حد يساعده في القداس لكن مفيش حد. فاضطر ان هو يقف يصلي القداس برجله قدامنا بكل الالام ديت. وبعد ما خلص القداس كالعاده ان نطلع نكمل في الدير فوق مع بعض، نقعد نتعشى ونكمل الليل بتاعنا في الصلاه في الدير فوق تاني. كان ما بيشبعش وما بيخلصش من الصلاه ومن القعده مع ربنا والتامل ومشوره ربنا. ابونا زي ما كنا بنتكلم وسمعته الحقيقه نور واضاء المقطم. ممكن نقول المقطم ده ما كانش فيه نور، حتى على مستوى الكهرباء اللي احنا فيها ما كانش فيها كهرباء. زي ما الكهرباء اضاءت المنطقه برده ببركته النفوس كتيره قوي نورت. نفوسكم المنوره النهارده ديت احنا مديونين لخدمه ابونا سمعان. راعي امين وحساس وبيرشد بكل هدوء وبيقود اولاده في مخافه ربنا. ابونا كان موسوعه حياتنا الروحيه، والدليل ان شايفين في حياه كثيرين فضائل ربنا من خلال خدمته اوجدها في حياه كثيرين من المحبه والتواضع والايمان والصلاه. موسوعه روحيه فضائلها شهيه جذورها قويه نقيه. بنقول لك يا ابونا الحبيب عشت مع الانجيل مختليا ولوصاياه حافظا متاملا، فعاش فيك الانجيل جهرا متلألئا، فكنت لمن حولك مؤثرا وجاذبا. لما دعاك الرب لخدمته أتيت إليه طائعا ومسرعا، فأراك كم من نفوس تئن بؤسا بل وميتة، ولم يظنوا أن محبة الرب ورحمته لهم واسعة. وعندما نظرت أحوالهم وكسرت أحمالهم خفق قلبك بالأحاسيس متحيرة، فطلبت من قلبك كمعلمنا بولس الرسول سائلا: ترى يا رب ماذا تريد مني أن أفعله؟ فأجابك الرب بوعده لك مطمئنا ومشجعا: لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، فلا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. ولأنك أمينا ففي الحال أطعت سيدك فأجزل لك مواهبه الثمينة التي تساعدك، فوهبك اتضاعا عجيبا رأوا فيه المسيح متجسدا، فذابت قلوبهم الحجرية فتغيرت لقلوب لحمية، وللنعمة أصبحت مسكنا، وكذا ألسنتهم تباركت بتمجيد اسم المسيح وهتفت متعزية. لساني النار الشرير صار يسبح القدير، وقلب المظلم أنير، غيرني يسوع غيرني يسوع غيرني يسوع. فبخدمتك يا أبي انتشرت النهضة الروحية، فكنت بوقا لصوت الرب على القلوب قارعا، ونزيرا بصوت الحب الإلهي تدعو البعيد والقريب تصالحوا مع الله لتخلصوا وتنالوا المواعيد. نعم يا أبي كنت لنا معلما حكيما، أبا محبا وحنونا، واحتملت أتعابنا لك طول الطريق، فنحن مديونين لك بحياتنا. يا راعينا الأمين اشفع فينا مع 24 قسيسا أمام فادينا الكريم، لنحبه ونكرمه ونمجده كل حين. وإلى اللقاء قريب بنعمة الرب، لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين. نقف دقايق علشان نصلي. أنا عايز أقول لكل الموجودين ولكل اللي بيسمعونا إيه سر العظمة في هذا الرجل؟
أول حاجة لازم تمتحن نفسك، هل المسيح فيك؟ امتحنوا أنفسكم، جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان أم لا؟ ربنا ساكن في قلبك؟ لو كنت بعيد النهاردة هو ربنا بيخبط، ها أنا ذا واقف على الباب أقرع، يخبط، خبط بأبونا اللي كان معانا وسافر السماء، ممكن بتجربة، ممكن بمرض، ممكن بضيقة، ممكن بظرف من الظروف، هل تفتح له الباب؟ هل تقول مع المرنم مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ دقايق أقف، أقف كده وصلي، أقف وصلي. إذا كان دعيت ربنا أقول له شكرا لوجودك، وإذا عايز كنت تبقى إنسان عظيم اقرأ الكتاب المقدس. أبونا كان الدستور بتاعه الكتاب المقدس، أبونا كان دايما يحب الصلاة، فيش حاجة اتعملت لا مشكلة ولا كبيرة، كان دايما يقول لي لو الزور حد تقف على الباب قبل ما تخبط عليه تصلي، في مشكلة تقول لربنا أنت عايز إيه. وخلي بالك كمان، خلي مستشارك الروح القدس، ربنا ساكن فيك، وعايز بقى خلي بالك إن خلي بالك إنك مواطن سماوي وخدت قرار تكريس إنك أنت تكون ملك للمسيح، والعالم ياخدك والدنيا تشدك. خلي بالك كلنا هنمشي، بس فرق كبير، ربنا بعتك عشان تبقى شاهد، أنتم رسالة الله المقروءة والمكتوبة، أنت شاهد للمسيح، ترجع تقدم تقول لربنا إيه، تقول له أنا مجدتك على الأرض، تقول له العمل الذي أعطيتني إياه قد أكملته، تقول له أنا والذين أعطيتني إياهم لن يهلك منهم أحد. أقف قدم كشف حساب، الشيء اللي يفرح ربنا النفوس الغالية على قلب ربنا، الشيء اللي يفرح ربنا إنك تبقى سفير شاهد للمسيح. جايز تقول أنا مش أكاهن ولا كذا، خلي بالك كل إنسان عرف المسيح لازم يجيب نفوس للمسيح، كانت رسالته، وكان دايما في كل الظروف يوجهنا إلى التوبة والمصالحة مع الله. قل له رب شكرا لحياة أبونا، وشكرا لنحن عرفناك، فساعدني أن أبقى سفير أشهد عنك. الأيام قليلة، الأيام قليلة، وإحنا في الزمن الأخير، قدم توبة وعيش لربنا لما كنتش ابتديت، وإذا كنت ابتديت اثبت، وإذا كنت ثابت خلي صورة المسيح فيك، وخليك شاهد أمين، قل له ساعدني لكي أكرمك وأشهد عنك. إن كانت كلماتي عاجزة يا رب لا تجعل حياتي أن تكون عاجزة أن تشهد عنك. يا ما ناس ما راحوش مدارس لكن حياتهم جابت نفوس كثيرة للمسيح، قل له ساعدني لكي أكون شاهد لشخصك. يا سيدي حبيبي يا نور عمري، آتي إليك يا ربي فانهضني. يا سيدي حبيبي يا نور عمري، آتي إليك يا ربي، آتي إليك بكل ضعفي، آتي إليك بكل ضعفي، اسمع صراخي واشفي نفسي، محتاج إليك يا ربي. انهيدني يا يسوع، انهيدني يا آتي إليك بكل ضعفي، اسمع صراخي واشفي نفسي، محتاج إليك يا ربي. يا يسوع ارفع صوتك قول له مشتاق لعملك فيا، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. انهدني يا يسوع، انهدني يا يسوع، انهدني يا سأوية، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. انهيدني يا يسوع، انهيدني. صلي كلمات بحبك العجيب ألهب قلبي، بحبك العجيب ألهب قلبي، فأشبع قلبك بصدق حبي، بحبك العجيب ألهب قلبي، فأشبع قلبك بصدق حبي. تعال برعش في كل عظامي،
تعالى بعرش بكل عظامي روحك يملأ كل كياني تعالى وبدل كل حزاني انهيتني يا يسوع انهيتني يا يسوع تعالى بعرش بكل عظامي روحك يملأ كل كياني تعالى وبدل كل حزاني انهيتني يا يسوع انهيتني يا يسوع مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية انهيتني يا يسوع انهيتني يا يسوع انهيتني يا يسوع محتاج للمسة قوية مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية انهيتني يا يسوع انهيتني يا يسوع أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني أنا جاي ضعيف قويني أنا جاي حزين عزيني أنا جاي لخاطي برقني وش فيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك وارويني أنا جاي ضعيف قويني أنا جاي حزين عزيني أنا جاي لخاطي برقني وش فيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك وارويني